أمه في سماء الإسلام من أسرة عربية عريقة الحسب. ورد في حقه حديث شريف بل وأكثر، فقد نزل فيه قرآن كريم يتلوه المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهل بعد هذا الشرف شرف؟ إنه صاحب رسول الله أنس بن النضر النجاري. كان لأنس أخت تكنى بأم حارثة، وكانت جليلة القدر بين نساء العرب، وكان لها ولد في ريعان الشباب قد كمل عقلا وسما خلقا ودينا. رآه النبي صلى الله عليه وسلم قبيل معركة بدر، فنظر إليه في حنان ورفق وقال له: كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول يا حارثة، فإن لكل قول حقيقة. فقال: يا رسول الله، لقد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي بالقيام، وأظمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى أهل النار يتلظون بنارها ويتعاون في جحيمها. ثم قال: ادع لي بالشهادة يا رسول الله، فدعا له بها. لم يمض إلا قليل حتى وقعت بدر، فكان حارثة أول فارس ركب وأول شهيد استشهد، فجزعت عليه أمه أشد الجزع، ثم ذهبت إلى رسول الله تسأله عن حال ولدها، أهو في الجنة أم في النار؟ فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حارثة في الفردوس الأعلى، فسكنت نفسها لذلك، وأخذت تصبر نفسها وتتعزى بمواساة الناس لها. وبينما هي على هذا الحال وهي تعاني ما تعاني، استثارتها واستفزتها جارية لجماعة من أهل يثرب، فما كان منها إلا أن لطمتها لطمة كسرت ثنيتها وهي أسنان مقدمة الفم، ثم ندمت على ما فعلت أشد الندم. فتقدم أخوها أنس يعرض الفدية على أهل الجارية، لكنهم رفضوا وأصروا على أن يشكوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما شكوها قضى الرسول بالقصاص. فذهل أنس حزنا لما سمع وقال: أو تكسر ثنية أم حارثة يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق لتكسر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إنه كتاب الله يقضي بذلك. وما كان أنس ينطق بكلمة وإذا بأهل الجارية المتعصبين يقولون: نعم، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، لقد عفونا عنها يا رسول الله، وكأن قوة خفية ردتهم عن تصلبهم ودفعتهم إلى غير ما كانوا عليه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنس في رفق وإعجاب وقال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أصاب أنس هم وغم، وذلك أنه غاب عن بدر لسبب لم يكن في وسعه دفعه، فكان يلوم نفسه ويقول: ويحك يا أنس، أتغيب عن أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت ضامن بأن يمتد بك العمر حتى تشهد مع نبي الله يوما يعادل بدرا في الأجر؟ والله لئن أكرمني ربي بيوم ألقى فيه المشركين ليرين ما أصنع. لم يمض على هذا العهد إلا قليل حتى قامت أحد، وأصبحت الفرصة سانحة أمام أنس بأن يفي بما عاهد عليه الله عز وجل، فخرج للقتال. وكان يوم أحد من أقسى أيام المسلمين، فقد أشيع أن رسول الله قد قتل، وقد صدق الكثير ما ذاع وشاع من أمر قتله صلى الله عليه وسلم. فاطلع أنس على ساحة المعركة
ونظر إلى المسلمين وقد انكشفوا عن رسول الله، وحدق بالمشركين وهم يقصدون إطفاء نور الله بحد السيوف، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين الفارين من ساحة القتال، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقي عمر بن الخطاب وهو مضطرب قلق، فسأله: ما فعل رسول الله يا عمر؟ فقال: ما أراه إلا قتل. فقال أنس: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. ثم سل سيفه وكسر غمده، ثم ألقى نفسه وسط المعركة غير مرتاب ولا متردد طرفة عين. وبينما هو كذلك رأى سعد بن معاذ قريبا منه، فالتفت إليه وقال: الجنة يا سعد، ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. ثم انطلق من فوره. ولما انتهت المعركة وجد مقتولا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ومثل بجثته، فما عرفه أحد إلا أخته عرفته من بنانه، أي أطراف أصابعه. ولقد أكرم الله أنس بن النضر فتوج تضحيته في القرآن الكريم، يقرأ بين ثنايا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فقال الله عز وجل فيه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا.